حياكم الله مشاهدينا في منتدى الفجيرة في دورة الثقافة في دورتها الثانية هنا في فندق كونكورد، وما زلنا مستمرين مع ضيوفنا. ضيفتنا اليوم الدكتورة زينب إبراهيم الخضيري، أستاذ في جامعة الملك سعود وروائية وكاتبة في جريدة الرياض السعودية. خلونا نرحب بها. مرحبا بك ونورتي البرنامج. أهلا وسهلا فيكم. الله يعطيك العافية. الله يعافيكم. في بداية دكتورة، خلينا نتكلم عن الحركة الثقافية بالخليج بشكل عام وبالفجيرة تحديدا. بالنسبة للحركة الثقافية، الثقافة معروف أنها هي مرآة الشعوب. نعم. والمثقف هو رسول، رسول لكل المجتمعات، وكل وهو الذي يعكس ما بداخل هذا المجتمع. بالتأكيد الحركة الثقافية الآن هي حركة في الخليج بالذات، حركة مستمرة. صحيح. هي لا تتوقف، أحيانا تتباطأ وأحيانا تتسارع. وما زالت أنا المشهد السعودي، المشهد الثقافي في المملكة العربية السعودية جدا متحرك ومتنوع كثيرا، ولدينا سواء في القطاع، سواء على مستوى الأفراد أو مستوى المؤسسات، هناك حراك ثقافي جميل وممتع صراحة. ولدينا مبادرات ثقافية كثيرة، لدي مبادرة هن سعوديات، مبادرة ثقافية تعتني بالمرأة وتمكين المرأة وتتحدث عن المرأة، عبارة عن لقاءات شهرية. أيضا لدينا صالونات ثقافية، أيضا لدي أمسيات ومنتديات للكتب وقراءة الكتب، متنوعة في كل مكان. جميل. في المملكة. نعم. دكتورة، يعني اليوم نرى الحمد لله المرأة الخليجية والسعودية والخليجية بشكل عام متواجدة في كل المنتديات الثقافية، سواء الشعرية والأدبية، وأيضا على مستوى الكتابة الروائية وغيرها. دعينا يعني نضع مقارنة بسيطة من وجهة نظرك، وأنت أعلم مني في هذا الموضوع. ربما في التاريخ العربي هناك أسماء نساء عربيات يعني كشاعرات، والخنساء خير دليل، موجودات أيضا في تلك الفترة، ولكن ربما ليس بقدر الشعراء في التاريخ العربي، مع أن المرأة موجودة ولها يد في كل شيء. لماذا برأيك لا نرى وجود أسماء تاريخية حاضرة معنا إلى اليوم سوى الخنساء، يعني على مستوى الأدب العربي؟ أعتقد هذه أنت يعني هذا موضوع كبير ومتشعب. ترجع أولا إلى البحث العلمي، البحث في التراث الإسلامي وفي التاريخ وفي الأدب والشعر، وأعتقد أنه يوجد، لكن ربما، وهذا أقدر مني لو جاء باحث في الشعر أو في الأدب أو في النقد، ربما أقدر مني على أنهم يجدون. هي مقارنة ظالمة صراحة هذا السؤال، لكن لا أستطيع أن أقارن. لم يصلنا إلا الخنساء، وهناك سيدات، لكن أنا أتكلم عن الحاضر اليوم. أنا بوجهة نظري النقل ما بين فترتنا الآن وفي الماضي، وإحنا دائما كعرب مضويين دائما نتحدث عن الماضي. نعم. وأنا لا أحب هذا نرجع إلى إنجازات الماضي. لكن هناك نقطة أحب أن أوضحها، أن الماضي نقل لنا من الذي نقل الكتابة ودون؟ رجل هو الذي ينقل ويدون. لا نعتبرها، هي ثقافة مجتمع. نعم. الثقافة العربية هي ثقافة أقرب إلى الذكورية منها إلى الأنثوية، فكانت النقل، فكرة النقل وفكرة الأدب ككل، حتى وجود المرأة، لو لم الرجل ينقل لربما المرأة موجودة في ذاك الوقت موجودة، ولكنها لم تبرز. صحيح. لعوامل كثيرة. صحيح. حتى الآن هذه الإشكالية موجودة. صحيح، أكيد. إذا قلنا نظرة العالم الغربي للمرأة الخليجية أو العربية ككل اليوم، من أي ناحية نظرتها؟ من مجال الثقافة. بالتأكيد هناك مشاركات نسائية في العالم الغربي، هناك منتديات تكون عربية وتشارك المرأة هناك، لكن الإشكالية تكمن في لابد من إما الترجمة التي لا، أنا دائما أعتب على الترجمة. لدينا زخم كبير من الإنتاج الأدبي الروائي الشعري السردي، لدينا إنتاج عظيم. صحيح. لكن وشعراء وروائيين. صحيح. وأدباء ونقاد، لكن نفتقر إلى فكرة الترجمة. نعم. العالم الآخر أو العالم الغربي، عندما نقرأ في الأدب الغربي، إذا كنت لا تتحدث اللغة الإنجليزية سيترجم إلى العربية. صحيح. نعم. والذي يترجم للعربية هذا يعود إلى ذائقة المترجم. نعم. صحيح.
فكل هذه إشكالية، فلا بد أن يكون لدينا مراكز فعلية، مراكز ترجمة حقيقية. تترجم وتنتقي، هو مشروع. أنا أتمنى أن يتحقق هذا المشروع، أن يكون في كل دولة خليجية مركز، أو مثل الوزارات عندنا صحيح. مثلا الوزارة تنتقي إنتاج الأدباء في تلك السنة، تنتقيه عن طريق لجان، و يعني يرون مثلا المواضيع والثيمة الأدبية فيه، سواء شعر أو رواية أو غيره، ومن ثم يعمدون إلى مترجمين، ومترجمين لديهم حس أدبي، ليس مترجم ترجمة أحيانا حرفية. نحن يترجم فيقول لك ما انتشر، لم صحيح. ينتشر في الخارج الترجمة. لم ينتشر لأنه لا يوجد هناك روح صحيح. كلنا أعتقد أنه يعني ترجمة. الآن اللغة الإنجليزية هي لغة محادثة عندنا، لغة العلم، ولكنها لم نضعها في كلغة أدبية. إذا إحنا أتينا بمترجمين متخصصين في اللغة، وعادة صحيح. حتى تنقل مثلا من العربية إلى الإنجليزية أو إلى لغة أخرى لا بد أن يكون النيتف أو الشخص الذي ينقلها هو أساسا متحدث باللغة الأصلية صحيح. مثلا أمريكي أو إنجليزي يتحدث اللغة العربية ويكون أديب أيضا إذا صحيح. أردنا أن ينقل هذا الأدب. فهذه المشاريع تحتاج إلى، هي مشاريع كبيرة ومشاريع مؤسساتية تنقل الأدب. إذا أنت طالبين دكتورة؟ طبعا أنا أطالب في هذه، وهذا مشروع وحيكون واجهة حضارية لنا في الخليج، وظهور إلى العالم. طبعاً. أنت كيف تقدم نفسك للعالم؟ صحيح. لا نستطيع بشكل فردي، اليد الواحدة لا تصفق، وتحقيق النجاح يحتاج إلى فريق. عن طريق الفن. نعم. والأدب. والفن، الأدب في كل مجالاته. إذا ترجم ونقل إلى العالم الآخر وقدم بشكل جيد، العالم الآخر سيفهمنا، سيطلع. لدينا إرث ثقافي جميل. اليوم وأمس كنا نتحدث عن الأسطورة في محاضراتنا في منتدى الفجيرة الثقافي، فكنا نتحدث عن الأسطورة في التراث والثقافة الشعبية وغيرها، ولدينا باحثين ومفكرين كان معنا، وشعراء وروائيين، فطاحل من الناس المتحدثة. نعم. لكن أي متى يصل هذا إلى العالم؟ كيف نخبر العالم صحيح. أن لدينا هذا الإرث نعم. من العلماء والأكاديميين والباحثين؟ نعم. الترجمة قد تحل نسبة من هذه الإشكالية. نعم. دكتورة، يعني اليوم المرأة الخليجية السعودية الإماراتية و يعني ما شاء الله أوجدت لها مكان في الساحة الثقافية، وهناك فتيات يعني ما شاء الله في الجامعة، ويعني بعدهم ما ظهرن، ولكن ما شاء الله بعض الإبداعات قد ظهرت عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، وغير مدعومة، غير يعني مركز عليها بالشكل الذي يجب أن يكون. أنت يعني كأديبة وأيضا كمثقفة و متخصصة في هذا المجال، ما الذي تحتاجه المرأة أو البنت الخليجية المبدعة لكي يدعم هذا المشروع وتصل موهبتها أو يصل إبداعها للمجتمع بشكل عام ومن ثم العالمية؟ أولا، قنوات التواصل الاجتماعي سهلت ظهور المواهب، سهلت ظهورهم، سهلت تواجدهم. وهذه إشكالية أخرى هناك عندنا مثلا في الأدب التفاعلي، الأدب الرقمي وغيره صحيح. وهذا يعني توجه جديد في الأدب، في كتابة القصة أو غيرها. أنا أعتبر الموهبة موجودة ولدينا مواهب كثيرة، سواء فتيات أو الدعم موجود، لكن أحيانا قنوات التواصل مع مثلا هناك الآن رجال أعمال يدعمون المبادرات الشبابية سواء في الكتابة، في القصة، في الأدب، في غيره، في أشياء كثيرة هي موجودة الدعم، لكن قنوات التواصل ليست موجودة. يعني مثل فكرة، هي فكرة أنه لا يعلمون أين يذهبون. لكن يعني أنا أعتب أحيانا على المراكز، مثلا لما يكون عندنا مركز ثقافي، إحنا لدينا في المملكة العربية السعودية الأندية الأدبية، لدينا مراكز ثقافية، لدينا جمعية الثقافة والفنون، كل هذه تعني بالأدباء، لكن أحيانا يكون عدم الوصول إلى جمهور الشباب، نحتاج إلى الوصول إلى جمهور الشباب. التواصل موجود، الدعم موجود، كل شيء، بس التواصل، هذا التواصل يوجد نوعا ما من القطيعة. وأنا الآن أنا متفائلة لأنه الآن في توجه صح. بعدين فكرة أنه هي موضات، أحيانا كان الأدب موضات، الرواية موضة وغيرها موضة، فالآن بدأت تتضح الصورة، الموهوب سوف يتقدم نعم. وأكبر الآن دليل
مهرجان الفجيرة الثقافي والجائزة. هذه دفعت الآن الشباب من كل مكان، من المغرب، من مصر، من متواجدون الآن. ويعني أعتقد يعني أنا على حسب الذي أرى أن الشباب هذول موهوبين، لديهم إحساس بالأدب والفن والعطاء، فهم عرفوا أين يتجهون. وهذه أحد المبادرات الجميلة التي تثري الساحة الثقافية في الخليج. دكتورة، نحن سعداء اليوم تواجد معنا في منتدى الفجيرة الثقافي دكتورة زينب إبراهيم الخضيري، أستاذ في جامعة الملك سعود وروائي وكاتبة في جريدة الرياض السعودية. شكرا على تواجدك اليوم معنا. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لك، مسعدين جدا بهذا اللقاء. أهلا وسهلا. شكراً جزيلاً. أكيد مع هذا اللقاء الجميل وصلنا للختام مشاهدينا الكرام، وإن شاء الله نلقاكم غداً بإذن الله في نفس الموعد في منتدى الفجيرة الثقافي في حفل توزيع الجوائز، جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع بإذن الله تعالى. غداً سيتم الإعلان عن الأسماء وسيتم توزيع الجوائز. نلقاكم غداً بإذن الله تعالى. إن شاء الله نشوفكم باكر مشاهدينا. مع السلامة. مع السلامة. الله يحفظكم.